أهلا بكم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على ما أورده تقرير الأونكتاد بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية. أشار تقرير الأونكتاد إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6% من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا البالغة 52.6 مليار دولار عام 2023. وأضاف التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقاريرا حول موضوع الذكاء الاصطناعي تناول أبرز الإحصائيات المتعلقة بتطبيقات دردشة الذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير إلى أن في الربع الأول من العام الجاري زادت تنزيلات تطبيقات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 1506% بينما زادت إيرادات الشراء داخل التطبيق بنسبة 4184% على أساس سنوي. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تصل سوق روبوتات الدردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 9.4 مليار دولار عام 2024 ارتفاعا من 2.6 مليار دولار في 2019. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس وتسليم كامل مساحة الأرض لمشروع شركة زينجينج هانج شينج الصينية لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية. يقع المصنع البالغ استثماراته 70 مليون دولار على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع على مرحلتين بواقع 100 ألف متر مربع لكل مرحلة، كما يتيح المشروع نحو 1500 فرصة عمل مباشرة. أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن كشف نفطي ضخم باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود ناصر أن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالية إنتاج البلاد في 3 سنوات. إلى ذلك أكدت وزارة المالية الكويتية أن الميزانية التي أقرتها الحكومة من المتوقع أن تحقق عجزا قدره 18.33 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2024-2025. أغلقت البورصة السعودية أو أغلقت على ارتفاع مع تحول تركيز المستثمرين إلى الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.8% في حين انخفض في قطر بنسبة 0.1%. أكدت وزارة المالية اليابانية أنها ستتخذ إجراءات حسب الحاجة في سوق الصرف الأجنبي بعد أن أثار ارتفاع الين تكهنات في السوق بشأن التدخل بالعملة. يأتي ذلك فيما تشير بيانات بنك اليابان إلى أن البنك ربما أنفق ما يصل إلى 3.6 تريليون ين أو ما يعادل 22.4 مليار دولار للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة المتراجعة.